تحية وسلام، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات في كل مكان، كيف أحوالكم؟ مساءكم سعيد بالمحبة والروعة والجمال. معلش يمكن بنعتذر تأخرنا دقيقتين ثلاثة. مرحبا بك البلالابي يا جماعة. زي ما قلنا، مشكلة الشاشة الكاملة في الفيديو دي هي يعني لها اضرار، زي ما بيقولوا برضو يعني التعليق دي الكاميرا يا هي التعليق يا ودين، والله يا وداك يا كويس. يعني انا قاعد اتكلم معاك بكون بركز معاك هنا، لكن مرات تشوفني عاين على يدي اليمين فتقول الزول ده وقعت منه حاجه ولا شنو. لكن لا لا، المساله بس انه التعليقات. هسه يا هادي شوف الكاميرا وين والتعليقات وين، مساله عجيبه. البلالابي مجاهد الفاضل، عليكم السلام، الرجل الاول دائما في التعليقات بتاعت اللايف، عليكم السلام ورحمه الله. مرحب الهادي، عليكم السلام، ومرحب احمد التجاني وعلي بيز، دي للناس التعليقات الاوائل. مرحب بعمران محمد عبد الله، مرحب اسامه محمد والفاضل ادم، وايضا بن لاتك، عليكم السلام، ومرحب اشرف وعبد الماجد عبد الرحمن ومجموعه من الشباب. التعليقات يمكن كثيره جدا. دايرين نتكلم بوضوح يا شباب حول موضوع اللجنه المصغره اللي تحدث عنها مجلس الوزراء قبل شويه، يتكلم عنها الناطق الرسمي باسم الحكومه فيصل محمد صالح، كويس الدكتور اللي هو وزير الاعلام، التصريحات بتاعته قبل شويه. واتكلم عن انه الدعم يعني حيرفع تدريجيا، كويس، اتكلم عن انه الدعم حيرفع. وعضو المجلس السيادي اللي هو سالم قبل يومين ايضا في صحيفه او في الصحف اكد انه هو الدعم حيترفع، كويس، اتكلم عن رفع الدعم ولكن تدريجيا، كويس، دي نقطه اولى. شباب من بديت اللايف يا ريت ملصقات، لانه شايف زي في قطيع في اللايف، الصوت واضح لكم ان شاء الله، الصوت ان شاء الله واضح زي في قطيع، دايرين ملصقات ملصقات بسرعه يا شباب من كل زول بيشاهد الان، من كل الشباب اللي هم معانا بجاي. طيب مرحبا بكم، الصوت لو واضح يا ريت الناس تاكد لنا يا ريت. مسألة الوحة دي مسألة عجيبة جدا جدا، كويس. طيب تمام، ننتظر، ما زلنا ننتظر، كويس، الصوت واضح. طيب أكد فيصل محمد صالح إنه يا أخي حيترفع الدعم، وبقى بشكل مباشر الدعم حيترفع، حيترفع عن الجاز وعن البنزين، كويس. وسط أقوال تتحدث عن أن هنالك أيضا نية لرفع الدعم عن الدقيق، ولكن ما الآن، كويس، في كلام زي ده رايج في السوق الاقتصادي جدا. المهم رفع الدعم ده يا اخواننا لو دارين نتكلم فيه بشكل مباشر وبشكل صحيح زي ما بيقولوا اخواننا، هو صعب وهيكون قاسي على الناس لو يترفع تدريجيا او لو يترفع مره واحده، هو هيكون قاسي، قاسي شديد، ما قاسي سيء. لكن كمان ما عندها الحكومه دي مخرج غير رفع الدعم، ما عندها مخرج البتة. المجتمع الدولي يا هو قاعد يتفرج فينا، ما تغرنا كثرة الزيارات عشان نكون واضحين شديد، ما زالت الدولة العميقة بتملك المفاتيح خلاص بتاعت المجتمع الدولي، كويس، ما تزال السفارات مسيطر عليها من النظام السابق، وما تزال كل الاتصالات اللي قاعده تتم في خفاء تام هي ما 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 لصالحنا، يعني ما لصالحنا مع حمدوك، هي لصالح الدوله القديمه، كويس، اللي هي العميقه موجوده، كويس. المجتمع الدولي ماشي بخطه محدده تجاه السودان، الخطط اللي بيخطوها لدوله من الصعوبه بمكان انها تتغير، كويس، من الصعوبه بمكان الا وفق دراسات محدده. بقى الان السودان ماشي على رفع الدعم، كويس، ماشي شنو على رفع الدعم عن المحروقات، والكلام بيقول اني احبك في الله تجديد المحبه في الله. تسلم كثير جدا يا علاء، كتر خيرك يا اخي، ومرحب بكل الشباب، كويس. بقى في رفع الدعم معناها البنزين والجاز الاثنين. البنزين ده معروف، العربات الصوالين الاقتصاديه، العربات الشنو غالبيتها بنزين،
والجاز ده معروف الكوايات، معروف الدفارات، معروف الروزات الكريزات، يعني بشكل كبير جدا جدا. كويس، وده كلام يعني خطير لعمري. كويس، طيب اول حاجة هيواجهك في الكلام ده الكيزان ذاتهم، الكيزان ذاتهم هيهاجموك بالكلام ده. خلاص انا ما داري المع رفع الدعم يا استاذ حذيفة، ما داري المع، انا قاعد اتكلم لك من منظور سياسي بشكل مباشر واقتصادي. كويس، وفي النهاية في خبراء ايضا اقتصاديين لهم رايهم، نحن بنتكلم من خلال حاجة شايفينها. خلاص ما انا ما معرف على الدعم او ضد، ما المسألة، المسألة انه احنا نتكلم عن الحاصل. كويس، عندك دولة ما بتقدر يعني الآن تنفق على نفسها، أنت عندك مشاريع زراعية كبيرة جدا زي مشروع الجزيرة اللي بيقوله محمد الحسن بن عوف، ومشروع الجزيرة اللي قدموه الحواشة. خلاص عندك زي مشروع الجزيرة، عندك المشاريع في كل قرى وأرياف السودان، عندك المصانع بتاعتك المقفلة والمعطلة عشان تعالجها، أنت داير دولار، داير يد أجنبية، داير خبرة، أنت عشان هناك داير شغل كتير جدا، ما شغل بسيط، أنت داير قروش، القروش هتجيبها من وين؟ الدول ما أدتنا، الدول ما أدتنا، دي حقيقة. يعني يا ريت لو الحريه والتغيير كان بيبقوا واضحين في الكلام ده مع الشعب، يعني بدل يخلوا الناس نايمين زي مخدرين. كويس، يعني دي الحقيقه والله العظيم. المجتمع الدولي القروش اللي قدمها لنا دي مقابل اللي بيدوها لباقي الدول والتعامل وغيره، والله والله مساله مزعجه. كويس، فالحكايه الان بقى المجتمع الدولي خلاص ما بيدعمك، يدعمك ب 8 مليون دولار في سعرة واحدة زي ما بيقولوا في عرس، في زواج بس في السودان الجماعي انتهي. كويس، 10 مليون 100 مليون دولار في الوقت اللي فيه، وما بيغلب المجتمع الدولي يدعم السودان ب 100 مليار دولار، ما بيغلبه انه يدعمه ب 10 مليار دولار، لكن الدعم ذاته له اسس، الدعم ذاته عشان يجي بصف في المعون بتاعك، انت بتكون ماشي خلاص على طريقه محدده، ماشي بسياسات اقليميه، سياسات محوريه، ما بتقدر تخرج منها، ما بتقدر تتخارج، ما بتقدر تمشي. خلاص الان الدولار بفوق ال90، خلاص الان الدولار بفوق ال90. كويس، الكيزان بيشتروا في الدولار وبخطوا فيه. الآن الأسواق، الهجمات اللي قاعد تصل على مستوى محلات الصرافات دي، كويس، أو محل يقول لك فيك فيك وسعر الصرف ده، خلاص يا هم الكيزان بيشتروا وبخزنوا فيه لميقات يوم معلوم، الحكاية ما ساكت. خلاص دي نقطة أولى. النقطة الثانية عندك عندك الكيزان هيواجهوك في قصة رفع الدعم، أول كلمة أول كلمة هيقول لك طيب شلت عمر البشير ليه؟ اول كلمه هيقول لك كده، هيقول لك ليش شلت عمر البشير وليش شلت، يعني بينسى طغيان البشير وبينسى اجرام الحكومه وبينسى فساد الوطني وتدمير الجيل وكده. خلاص دي نقطه بينساه لك ككوز، هيقوم يقول لك طيب انتوا شايلينه من البدايه ليه، من البدايه ما شلتوه قلتوا ايش ما في ده. الكوز هيواجهك بالسؤال ده. كويس، هيواجهك بالسؤال ده او هيواجهك بالمنطق ده. كويس، دي نقطه، هيحاول انه يصطادوا في المياه العكره بتاعت ما في اقتصاد. طيب بالفعل يا استاذ عمر محمد علي بيقول لي طيب لو رفعوا الدعم من البنزين اسعار المواصلات بتزيد، حتما هتزيد يا استاذ عمر، حتما هتزيد. كويس، ودي المشكله، يعني هسه لو مثلا بترفع الدعم عن المحروقات بطريقه تخلي انه المدارس مثلا التراحيل بتاعت المدارس الترحيلات دي لو مثلا بيعملوا لها ربع القيمه، كويس، لو بيستثنوا منه فئات اجتماعيه محدده، كويس، اذا كان فيه مثلا، لكن من الصعوبه بمكان تقدر تعملها في ذات الوقت، يعني انت الليله ما يعني اغلب المدارس ما شغاله بالترحيل، يعني اغلب المدارس كويس ما شغاله بالموضوع ده. طيب انت هتقدر تحصر كيف؟ عشان نكون واضحين، هتقدر تحصر العربيه شغاله ترحيل من ما شغاله ترحيل كيف؟ معناها هتخطها لمدارس محدده، معناها ما هتغطي الولايه كلها، ما هتغطي كل الولايات، دي مشكله حقيقيه يا جماعه. كويس، الناس اللي هم معانا كويس يا ريت لايك شير للفيديو، خلوا الرساله تمشي، اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين، كويس، الشير اسفل الفيديو على يدك اليسار، زايد ملصقات يا شباب. طيب بيقول لي يا ريت لو خصصوا مواصلات وباصات خاصه للطلبه، كده ممكن يا استاذ محمد اسحاق، كده ممكن، لكن الاشكاليه 200، يعني انت بتتكلم الان يعني عن موضوع خطير جدا، انت بتتكلم عن رفع دعم في اي وقت. بيقول في الجرارات دي عمله محليه فيها 500,000 جنيه لزياده المرتبات والاجور ورفع التضخم و شنو تسقيط حجر الجنيه اكثر مما هو ساقط، ده كلام خطير يا جماعه.
ده تعليق من واحد اسمه ود اسماعيل، بيقول انه الجرارات اللي وصلت قبل يومين دي كويس، كان اللي هي الناس دي كلها قالت دي قروشيات داخله ودولارات وكده، فهو بيقول لكم انه دي عمله فئه 500 و1000 جنيه. وطبعا اذا صدق الكلام ده فعلا ده خلاص يعني دي ضربه الاقتصاد بشكل قوي جدا وبشكل مباشر كويس. يلا كمان عندك الخروج، هتؤدي لخروج الناس اذا اترفع الدعم ده، هيترفع. ويا جماعه انا ما مع رفع الدعم ولا اتمناه، لكن والله والله الحكومه الان في ورطه، اقسم بالله ما عندها حل الا ترفع الدعم كويس. ولو في زول عنده مخرج ادينا له في التعليقات، انا ما ببرر ليها عشان ما في زول يقول لي انت مايل لكده ولا كده. والله انا لا مايل لحريه وتغيير ولا مايل لكذا، خلاص زول مستقل بقول رايي حسب ما ارى كويس، مش حسب ما يروا لي كويس. قال حتى لو الدولار وصل 150 برضه كلنا حمدوك يا ضد الضي. والله يا صديقي احنا ممكن نقول الكلام ده يا حران وممكن نرفعه كشعار خلاص، لكن البسيط المواطن البسيط ما حيتحمل لك الكلام ده. دي لو دايرين نقول الحقيقه، اما لو دايرين نغش ونكابر وكده دي نقطه. قال لا نقبل رفع البنزين، نعاني لبتين كويس. والله يا اخي نسوي شنو يا اخي، انت وقت فاهم ابقى وزير ماليه. لا لا يا عمر هوي وزير ماليه شنو، انا عارف لك حاجه في الاقتصاد. طيب بيقول الحل شنو، الخروج من الازمات. ما هو قلت لك اذا كان المجتمع الدولي ما رفع عنك ولا عقوبه ودايره سنوات وشهور عشان ترفع عنك العقوبات، ودايره تكون في قمم اقتصاديه وداير مؤتمرات بتاعت مانحين، انت عشان تقوم تجيب القروش دي خلاص انت تجي تصلح بيها مشاريعك وتردها للشركات دي، وفي جزء بيكون نص ما ما ما, ما عيني مالي كده بيكون مادي خلاص، في جزء هم بيجوا بيشتغلوا هنا في السودان في شنو، لكن انت ده كله ما حصل لك، هتتعامل كيف خلاص؟ عشان نكون الناس بتقول انه ما يترفع، يا جماعه الشغلانيه كده 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 هنا وكده مشكلتين، الشغلانيه ماشيه عليه، بس اللي عنده مخرج يورينا ليه، قول لنا القروش يجيبه من وين؟ يعني المجتمع الدولي قاعد يتفرج فينا، المجتمع الدولي قاعد يعاين للسودان، ما اداه، ما نفس النسب اللي اداها للدول اللي قامت فيها ثورات وغير، ولا مصير القريبه لنا دي، خلاص؟ جا السودان الان يتعاملوا معاه بشكل كده هنا مزعج شويه. طيب بقى السودان ما عنده حل، بقت حكومه حمدوك اضطرت قالت تقرر ترفع رفع الدعم. وفيصل محمد صالح قبل شويه بصفته ناطق رسمي باسم الحكومه ووزير للاعلام باكد الكلام ده قبل شويه وبثاه عدد من المواقع انا تابعته قبل شويه كويس. يعني شغلانيه ما تقدر تفهم ذاته الحكايه دي، هناك ما في بقى قروش في السودان. اللي بيقولوا جبل عامر، جبل عامر ده ذاته ما ممكن يكون عباره عن شرك، ما ممكن حمينتي يقول لك انا اديتك ليه تمشي هناك ما تقدر تدخله المنطقه فجاه تدور لك حريم خلاص. ممكن الجبل عامر ده يكون قاعد يوديك الحتات التعبانه تعبانه لغايه تجيب لك مهندسين وجيولوجيا وشغل كتير، انت داير لك كم شهر يكون هو كسب الوقت عليك كويس. دي نقطة مهمة جدا، عشان كده أنا بشوف إنه حتة يعني ما جبل عامر براه ولا هيحل مشكلة السودان، ما مشروع كذا البراوة هيحل مشكلة السودان، في مشاريع في حاجات، لكن أي حاجة خارج منظومة الحكومة المدنية ترجع للحكومة المدنية كويس. بيقول أخي متابعك من أقصى غرب السودان وسط دارفور بندس، تسلم كثير يا عبد الحكيم، لك التحية والتقدير كويس. قدام يا راكز تسلم يا فدي بقت الآن الشغلانية يعني خلاص. طيب الكلام كثير جدا يا جماعه كويس. اسي الان الدعم حيرفع والكلام بقى واضح، والسيادي صرح قبل يومين ثلاثه خمسه، وهسي الان يا هالحكومه اعلنت لك الكلام ده. طيب الطيب بيقول دولار الكرامه، طيب تمام، هي فكره جنيه الكرامه دي من قبل فترات نحن قلنا ممكن نعيدها بنفس ما كان يوم من الايام تسوت في السودان في حقبه الثمانينات، الان ممكن تتسوى، لكن الاشكاليه في طريقه طرح البرنامج خلاص، في طريقه طرح البرنامج ذاته عشان كل الناس تقبل موضوع جنيه الكرامه خلاص. ونحن نتمنى وانا ده واحد من الناس اسال الله العظيم رب العرش العظيم انه السودان ده يكون مشاكله تتحل فقط داخليا هنا خلاص، وبجنيهنا خلاص، وبتعريفتنا وبمليمنا وبغيره وبطرادتنا، نحن نبني دولتنا الدايرينا خلاص، نبني شنو الدولة الدايرينها يا جماعة. انت داير خطة اسعافية اقتصادية عاجلة، وقبل اليوم صرح حمدوك بانه انا لي ثلاثة شهور ما ادوني برنامج اقتصادي، يعني معناه اذا ما عندك برنامج اقتصادي معناه مشيت للدول، الدول شافت كده قالت لك انت مالك ما مرتب كده كده مش مترتب وتعالوا كده بالمعنى ده كده خلاص، في كلام كتير زي ده. طيب اذا بقت حكومة حمدوك ما قدرت تجيب الدعم الخارجي، فشلت فيه فشل مباشر،
وايضا سبب من الفشل ده الدوله القديمه بتاعت الكيزان المسيطر على وشفت السفارات دي ما اتنظفت، السودان ده دوليا هتبقى علاقاته في اضطراب لمن بهناك. كويس، السفارات دي لو ما اتنظفت من الكيزان ما زالوا، لانهم للان هم المسيطرين. اذا بيجي الدولار بتاع الكرامه او جنيه الكرامه الناس دي كلها بتدفع في السودان عشان ما نمد يدينا للمحاور الخارجيه، لما نحن نمد يدينا للامارات معناه الامارات حتمشينا في خطها. في فرق ما بين صديق لنا وما بين شنو انا وصي عليه، في فرق في الحاجتين. فالامارات دوله صديقه، السعوديه دوله صديقه، الدول كلها تكون صديقه للسودان، لكن لا قطر لا السعوديه لا البرتغال لا اريد، ما في دوله تكون ناي. طيب ده الحاصل. جنيه الكرامه ده لو بقى صدقوني ممكن يكون نوعا ما فيه حل، لكن انت داير علاج هسي. الموازنه ما مرقت، انتم ملاحظين الحاجه دي؟ حكومه البشير دي كانت بتمرقها يوم 20/12 21/12 حاجه زي دي كده. ها هاي كويس، الموازنه دي بيطلعوها بقول لكم دي ميزانيتنا للسنه الكده. كويس، نحن نقوم ونمرق الشارع ولا ده كان وقت الكيزان خلاص، وانه ليه وما دايرين برنامج. طيب السنه الاخيره بتاعت عمر البشير دي ما اعلنوها البته، السنه الاخيره بتاعت عمر البشير دي من ديسمبر بتاع الثوره ما اعلنوها لنا. اخر شتاء كان شتاء 2017 ما ورونا الميزانية كم، معناها ستف القروش اللي في الدولة، شرطوا الملفات المهمة، راجعوا المراجع العام، حرقوا الفايلات، الشنو لما نحسوا بنفسهم خلاص الحكومة ماشية على التضييق. كويس، بالمناسبة كانت في جهات داخل الحكومة كانت بتراهن على الثورة قبل الثورة وكانت شغالة على الحتة دي لاتجاهها السياسي، هي مصلحتها هي. كويس، المهم لكن الشعب السوداني دوما سباق. كويس، لو لاحظتوا في ديسمبر ما اعلنوا، الان ما اعلنوا. كويس، عشان نكون واضحين يا جماعه، لغايه اللحظه دي ما اعلنوا. اذا معناها الحكومه في ضغطه ما قادره تعلن الميزانيه، خايفه من الشارع. حكومه البشير لما ما اعلنتها كانت خايفه من الشارع، الان حكومه حمدوك ايضا خايفه من الشارع. الحديث عن موضوع الدولار الجمركي، الحديث يا جماعه، السودان ده عينه، عشان نكون واضحين، السودان ده عباره عن بلد مليء بالتنوع الثقافي والمجتمعي، خلاص مليء بالموارد الغذائية، مليء بالنحاس، بالذهب، بالموارد المعدنية وغيرها. لكن الإشكالية في إنه 30 سنة كانت في عقلية الثيران بتدير البلد. كويس، طيب الآن عند تجارة العملة دي من أكبر مهددات الاقتصاد الوطني لأي دولة، رغم إنه الحكومات بقت هي اللي بتتاجر فيها، الحكومات زادة بقت هي اللي بتتاجر فيها، وناس ربيع عبد العاطي وعلي عثمان كانوا معروفين في السوق السوداء، يعني كويس في سوق الدولار تجار عملة. بالإضافة للتهريب، خلاص دي نقطة، خلاص حتى التهريب اللي بيحصل لموارد البلد برا، الدقيقة اللي بتهرب، الذهب اللي بتهرب، العيش اللي بتهرب، فيتريت اللي بتتهرب، شفت الكلام ده كله بيدخل مشكلة. كويس، نرجع البشير، رايك شنو؟ والله شفتها زي ما قال، وتسرع النوق لا ترعى مراعيها، خلاص لو النوق تخلي المراعي بتاعتها وتحلب الشاة من اسنانها لبنا، لو شفت الماعز حلبت باسنانها لبن، كويس والله البشير ما والله ده كلامنا، على الاقل شوف التحدي كمان. كويس، طيب الكلام هنا، يلا ده الحاصل قدامنا الان يا جماعه. كويس، الان قدامنا زمن ضيق، حيعلن رفع الدعم عن المحروقات، خلاص حيعلن، وقالوا بخطه تدريجيه، حتى التدريجيه ما حيقدروا ليها الان، ليه؟ لانه التدريجيه دايره زمن شويه، ما حيقدروا ليها، حيكون في اصوات لانه في خلافات داخل الحكومه انه يعلن طوالي ولا كده، والحكومه قبل شويه قالوا الكلام ده، قالوا فيصل محمد صالح قال الدعم حيرفع. ان شاء الله الصوت واضح عندكم يا شباب، ونفتح الفقره برضو للاسئله، عندنا في نهايه اللايف دايما كده بنعمل فقرات بتاعت اسئله. كويس، يا ريت الصوت يكون عندكم واضح يا شباب، ان شاء الله الصوت يكون واضح. طيب بيقول شنو، والله نحن حمدوك انت جيت من وين يا يوسف، عليك الله الغلاط بتاع عدم الوعي ده احسن نخليه، ما تتعصب لنا لزول، ما انت ما بت يعني بتحب حمدوك اكتر مننا ولا ما تتكلم ساي، يعني ما تيجي تقول قال اي زول انتقد حمدوك كده، هسه هو ذاته حمدوك اللي انتقدوا منه في اللايف ده، نحن ذاتنا ما انتقدنا،
نحن بالعكس لا عم بنقول اقعد حمدوك، لكن ما تمسخ الحاجه لما ذاته يعني تبقى مارجه من المعنى بتاعها يعني، فهمت؟ ده شغل بتاع ترويج حزبي اكتر شيء يعني. فنحن بننتقد في سياسات عامه، ما في زول قال لك حمدوك يمشي خلاص يعني، ما نبقى مبرمجين للدرجه دي. كويس كده. طيب الحل شنو؟ والله الحل كلام كتير يا اخي، الحل كلام كتير، داير رؤى وداير شغل وداير 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 وداير. البشير خلاص انتهى. نعم يا زاركون. طيب بيقول اللي قدامي وضدي تسلم كتير، جنيه الكرامه هو الحل. ده حسام ماهر عبد الله بيقول ادينا الحقيقه. الحقيقه زي ما ذكرتها قبل شويه انه الكلام قال خليه يفتحوا الجمارك في دارفور. ما هو يلا شفت زياده الجمارك دي، زياده الجمارك دي ذاتها يا ابو الشباب، شفتها اللي هو سائلني سؤال او محمد ارباب، محمد ارباب، هو زياده الجمارك دي كان السبب الرئيسي في كساد الاقتصاد الداخلي وفي التضخم ايضا بتاع العمله بشكل كبير، وكانت بشكل مباشر سبب في تهريب الحاجات دي خارج السودان. خلاص لانه الزول اللي بيجي بيقول احسن اكسر شاشتي هنا بدل ادفع ضعفها مره وبدل نصها وبدل غيره، وحصلت قبل اليوم. بقى في تهريب حتى لحاجاتك اللي هنا، لانه سياسه الكبت دي حتولد سياسه برضه موازيه بالطريقه دي. كويس، او ده ما تبرير طبعا يعني في النهايه برضه يعني. كويس، مرحب نصر الدين، اهلا ادم محمود. طيب الحل شو؟ ما قلت لك الدول ما ادتنا، الدول المانحه ما ادتنا ولا بيزول يشتغل بينا، كلها كانت عباره عن وعود 8 مليون دولار هنا و20 مليون دولار هنا، كل الحاجات يعني ما بتكفي خلاص. هنا الناس قبل شويه كويس قال لي يا اخي الناس دي ما عايزه تحل السفارات ليه؟ ما عشان كده يا هاشم حمدوك ده قدر ما يمشي خطوه من المتر لقدام، الدوله القديمه بسيطرتها على السفارات بتفرمل وبترجعه تاني، قدر ما مشي لقدام. الدوله العميقه دي بتهاتف الدول حتى اللي ماشي ليها حمدوك بيقول لها ما تستقبلوه، لانه لسه الدول الامريكيه ذاتها، دوله امريكا، الدول الغربيه ما زالت علاقتها قويه مع النظام الفات برضه. دي حقيقه الناس ما مدركه، احنا كثير منا ما مدركه، مفتكرين خلاص اعترفوا بينا بس بمدنيتنا وكده. عاين العالم ده ماشي في اتراك محدد، كويس انت مشيت بسياسات وفي واحد اثنين ثلاثه بيقبلك خلاص. العالم امريكا ناسهم، ناس جوا الكونجرس كانوا بيتحدثوا عن انه الحكومه دي شرقيه روسيه ما قريبه للراسماليه الغربيه، الكلام كثير كويس. المهم احنا ما يهمنا الان هو رفع الدعم ده واثره على المواطن. انا في اعتقادي انه هل، طيب نسال نطرح السؤال، هل في رايكم اذا رفع الدعم عن المحروقات، اذا رفع الان وهو اعلنت الحكومه قبل شويه ثاني عن رفعه، هل حيتحمله المواطن؟ ده سؤال اللايف ده كويس، الرد تحت في التعليقات. اذا تم رفع الدعم عن المحروقات هل في رايك انه سيتحمل المواطن ذلك؟ ده السؤال كويس، لانه في كثير من الناس ما بين الرفض والقبول كويس. بيقول حمدوك بس تسلم يا اسحاق كويس. يمكن الاسئله يا التعليقات كثيره شديد لكن كويس. قال شنو يا احمد اخوي يتكلم عن الشركات دي لانه نحن ما بنقدر ننشط يومي من ناحيه الماديه. والله يا احمد يحيى ان شاء الله جاينا، ان شاء الله جاينا كويس. بيقول الشباب يطلعوا من العاصمه ويزرعوا ينتجوا. اوكي يا جدو هي فكره، لكن كمان يا جدو الكلام ده داير له برضه زمن يعني، الكلام ده داير له موسم جاي يعني. نحن بنتكلم الان الموازنه بتطلع، نحن بنتكلم في الموازنه، الموازنه دي قبل 1/1 المفترض تكون مرقت يعني في اي دوله في العالم كويس. بيقول طيب ندعم نحن شنو؟ بيقول عشان نصلح هاي كل السودان يدعم بعضه كويس. طيب اول تعليق بيقول لي لا والله ده علي الجنيد. ده بالنسبه للسؤال اللي طرحته قبل شويه، هل اذا تم رفع الدعم عن المحروقات حيتحمل المواطن الكلام ده؟ خلاص ده السؤال يا جماعه بتاع الحلقه، يا ريت الناس ترد في التعليقات. اذا تم رفع الدعم زي ما صرحت الحكومه قبل شويه، اذا تم رفع الدعم عن المحروقات هل حيتحمل المواطن الكلام ده؟ كويس ده اللي نايت. طيب علي الجنيد بيقول لا والله خلاص. بيقول رفع الدعم عن المحروقات هو دعم المواطن مباشره يا استاذ. والله يا احمد هو ده اذا كان في دعم للمواطن مباشر ما مشكله، لكن المشكله شنو؟ انك ترفع فقط للموظفين هنا القيمه وفي نفس الوقت هناك تكون المواصلات غاليه، طاقية الدهب في راس داك يعني كويس. احنا ما بنقول حمدوك يا جماعه بمصباح علاء الدين السحري ولا بعصا موسى، لا احنا بنقول كده، لكن احنا بنتكلم عن انه الحكومه اتلخبطت وما عرفت تتصرف، والان بقى ما عندها حل الا ترفع الدعم عن المحروقات، لأن المجتمع الدولي اللي كانت مراهنة عليه خزلنا فيها. نقولها بوضوح جدا كويس. الحل في جنيه الكرامة بعد ترتيب الأوضاع فعلا كويس. مرحب بك يا عثمان. راح الصوت ما سامعين أي شيء، الصوت واضح يا جماعة. في واحد من الناس تحت بيقول كده خلاص. الصديق بيقول لي ليه نبقى عالة؟ فعلا والله. أحمد بيقول نعم في رأيك بيتحمله.
الشعب ياسين بيقول لكن يحدد تعريفة المواصلات، لا وإذا ترى بعد واحد يترفع تعريفة المواصلات يعني، كم فترة سيستمر الرفع الدعمي بالتقدير؟ والله هي التقديرات بتشير داخل الحكومة من سنتين لثلاثة، بتشير بتقول لغاية تعافي الاقتصاد الوطني، رفع الدعم لازم يقابله رب 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 تطبع عملة الفائدة شنو طيب؟ أنت لو رفعت وطبعت العملة هنا ما تاني كسدت الاقتصاد هنا. طيب ليكم التحية، كويس مرحبا بك الطيب، كويس عوض بيقول ربك يستر، بيقول يرفع الدعم عن البنزين. والله يا سامي هو التصريح الجاي من فيصل محمد صالح انه اللجنه شكلت الان من مجلس الوزراء، وهي عباره عن لجنه مصغره، كويس لجنه مصغره عشان شنو؟ يتم بها رفع الدعم تدريجيا. طيب يا استاذ احمد وضح لي الكلام كثير ان شاء الله المره الجايه يا استاذ هشام. طيب يمكن السؤال يا جماعه بتاعنا، كويس السؤال اللي هو هل هيتحول هل هيتحمل المواطن رفع الدعم؟ الدعم هيترفع والحكومه اكدتها قبل شويه فيصل محمد صالح، هل هيتحمل المواطن رفع الدعم عن الجاز والبنزين؟ كويس لانه الدعم ده هيخش لك في اي حاجه اذا اترفع، كويس بيقول لي عوض عبد الحفيظ لا 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 بيقول سوف لن يتحمل، كويس بيقول نعم رفع الدعم عن المحروقات في صالح المواطن البسيط. المواطن البسيط الان هيكون في صالحه في شنو؟ هو في صالح الدوله اوكي اللي هي في النهايه هيعود على المواطن اوكي، لكن بسياسات طويله ما سريعه الان. طيب هل المواطن البسيط اللي ما لاقي مواصلات والمواطن اللي بيجيب 10 ساعات وبيجيب 15 ساعه عشان يلقى وبتاعين الحافلات اللي النوع ممكن ما يخاف الله في الناس يرفع الاسعار زي ما هو داير يطغى ويتجبر، تجي تقوم ترفع عليه القيمه بتاعت التذكره في الوقت اللي فيه يمشي يجيب ثاني ساعه عشان يلقى الجاز، والجاز بعد شويه تدخل فيه لعبه بتاعت سوق اسود طالما اترفع كده ديسمبر سبتمبر 2013 الناس دي مرقت على البشير كلنا طلعنا الشوارع برا، ليه؟ لانه يا اخي مرقتنا ضد عمر البشير كانت ضد رفع الدعم المحروقات، اوكي كان في حاجه في المخزون في النفوس وتفجر فقط، اوكي كان في طلب للحريه، كان في غضب على الظلم على كده، لكن اللي جه فجره في الشارع العام كان زياده المحروقات، خلاص؟ ليه حكومه حمدوك برضه سايقه نفسها لحتفه مع ايماني التام بانه برضه ما عندهم حل الا يسووا كده، لكن حكومه حمدوك سايقه نفسها نحو السقوط بالخطوه دي، خلاص؟ الكلام ده نحن هسه قد نشوفه لا وشنو، لكن الايام قد تلف وتاكدوا لينا. كويس عندك مليون الف كوز متربص بيك دايرك تقع، عندك جوا الحريه والتغيير ناس شغالين ضد دايرين يسقطوا الحريه والتغيير ذاتها، خلاص اللي هو حمدوك، كويس الشغلانيه ملخبطه، كويس ما عندهم حل الا يرفعوا، لكن كمان بالمقابل الاسراع في رفع البتاع ده وبالطريقه دي هيؤدي انا اخاف شخصيا من ثوره ثانيه، كويس طيب بيقول لانه المواطن البسيط ما 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 يعني ما بيتفهم لك كثير حته انه اتر وفطه من المجتمع الدولي وما اداك قروش وما ما بيعرف لك الكلام ده. المواطن البسيط داير حفله قدامه، داير ترحيل، داير يعيش بكرامه، داير يعيش بانسانيه، دي الاغلبيه الصامته اللي بتلقاهم زادوا ما بيتكلموا في السياسه، اغلبهم زادوا، واحد كان قاعد في مزاد كلامته يمكن ما يرد لك، كويس عن السياسه، فشنو؟ دي الاغلبيه الصامته الكتل الحرجه، دي الكتله الحرجه الكبيره يا اهل، كويس؟ دي اللي لو دخلوا بيجوطوا الشغلانه. ديل لو نزلوا الشارع بيشوطوا البشير برا، لو جوز نزلوا الشارع بيسقطوا حمدوك، لو ملغوا قالوا يقعد حمدوك هيقعد حمدوك، ديل الاغلبيه الصامته. الاغلبيه الصامته دي كتله يصعب تحريكها، لكن لجان المقاومه حركتها بشكل كبير يوم اسمه شنو يوم 19، كويس؟ قال لي محروقات شنو يا زول الناس ما لاقيه تاكل، وفروا خليه يوفروا الغذاء، شريف جعفر تسلم. طيب يا جماعه انا قلت رايي من خلال اللايف ده، خلاص من خلال البث ده في ال 28 دقيقه دي. السؤال الثاني كويس، هل انت مع ام ضد رفع الدعم عن المحروقات؟ ده السؤال بتاعنا نحن بنساله، اللي هو الناس بتجاوب من خلال التعليقات هنا في اللايف، معلش قد تكون الاف التعليقات لكن احتمال يعني هي بتشوف الراي العام ذاته بقول شنو، كويس؟ لا لكن الواضح بيقول كثير من الناس ما مؤيدين الحته دي. يا جماعه صعب والله، كويس رفع الدعم عن المحروقات انا هكتب الكلام ده في 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 تعليق، كويس يا هدى طيب يمكن طيب ده التعليق يمكن
كويس، ده التعليق. هل أنت مع أو ضد رفع الدعم عن المحروقات؟ شي جيفارا بيقول مع رفع الدعم لأنه ما في خيار تاني. صلاح خليفة بيقول أنا ضد، بيقول مع ولا ضد دي ما بتنفع، لازم تفاصيل. والله أحمد حسن جيد متأخر بس ذكرناها من البداية. كويس، قال الحل في انه الناس تصبر وتصبر لحكومة حمدوك، وان شاء الله النتيجة حتظهر. والله يا احمد المجتبى ادم لك التحية والتقدير، يعني ابن الاشلاق الافاتار لك التقدير يا كابتن، وانت ايضا بتشرف السودان الان في كرة القدم في ايطاليا، لك التقدير. الاشكال الان في انه ال بيسأل عن الناس تصبر. طيب انا ممكن اصبر، انت ممكن تصبر، غيرنا ممكن يصبر، لكن هل الكتلة الحرجة حتقدر تصبرها؟ ده سؤال كويس بيحتاج مننا ايضا لاجابه. كويس، عندي اقتراح يا احمد، رفع الدعم يكون للسيارات الخاصه وليس المواصلات. كمان حتى الناس القطاع الخاص وكده هيرفضوا لك الكلام ده. كويس، الشغلانيه هيقول لك لا لا ما عندنا داخلين، احنا زادنا دايرين زول يتصدق علينا. كويس، طيب شايف يا جماعه، خالها الجوره بقول حنصبر، رفع الدعم عن المحروقات. ده جاي لي بشايف، بيقول انا ضد مصطفى. كويس، دكتور الغزالي بيقول الشيب جيب لنا شنو الحل وخلاص. والله ما هو احنا سعينا نفتش ذاته، بيقول والله انا ضد رفع الدعم. دي حليمه. طيب اها، قال مع رفع الدعم عن لان المواطن البسيط ما مستفيد. الكلمه دي كان بيكررها البشير طوالي، كلمه انه يعني اللي هي حته المواطن ما مستفيد منه، والغريبه مين بيستفيد منه؟ البشير هو في النهايه. طيب ما تزال يمكن التعليقات كويس كثيرة. صديق بيقول لازم الناس تتحمل. الهندي بيقول من طلب العلا سهر الليالي، وبيقول يخلوا الجالون ب 75. عبد المولى كويس، هو يا جماعه انتوا الناس اللي بيقول لك يخلوه كده وكده يرفعوه كده، انتوا وين طلعوا للمواطن البسيط ده ولا من برج عاجي ساكت؟ كويس، طيب اعمل شرايح زي الكهرباء. طيب بيقول احمد يا اخي السلام عليكم، ولا احمد السلام ده ليه يا اخي؟ الناس دي ما بتدعم وقفات احتجاجيه، وبعدين الضغوطات المعيشيه مش، والله انا بدي، لانه في كثير من الناس اللي خرجوا الثوره ما مدركين لقيمه السلام، او ما عارفين انه السلام اهميته الان اهم من الملفات دي كلها، ونحن ظلنا النادي دائما وابدا. كويس، لكن ان شاء الله عقبال الخير يترادم والدنيا تمشي دغريه. نتمنى يا جماعه كويس مشاركتكم جميعا من خلال التعليقات في السؤال بتاع الحلقه، هل انه المواطن ذاته هيقدر يتحمل رفع الدعم، وهل انت مع ام ضد ذاته رفع الدعم عن الوقود؟ الان رفع الدعم عن الوقود ده هيدخل يعني الناس في مشكله، وهو حل يعني تتجرع الحنظل فيه، هو حل صعب صعب لدرجة انت ما تقدر تتخيل البتة. كويس، لكن بيكون ما عندك حل تاني، ما بكون عندك حل البتة، ما عندك حل خلاص. مجتمع دولي ما اداك، اقتصاد منهار راكد منتهي، مع ضعف وتذبذب كبير في العلاقات المحورية والمجتمعية، حواضنك الاقليمية هنا في القارة، هنا في افريقيا، انت بتعاني من ضعف تعامل وتمويل او شح خلاص بتاع تعامل مالي من الدول المانحة والماسك القروش زي ما بقوله، فبيبقى ما عندك حل إلا ترفعه. لكن إذا رفع الدعم هل هيتحمله المواطن؟ هو ده، عشان كده قاعد أقول لك إنه ده السؤال بتاع الحلقة، يعني هل المواطن ذاته هيتحمله كويس ولا لا؟ طيب شايف في ناس، الحاجة الكويسة إنه برضو شايف في ناس يعني عندها شوية من الهمة زي ما بقولوا، يعني زي بلدنا نعلي شان يا ناس، يعني زي في ناس هنا بيتكلموا عن ضرورتين وخليه يترفع، نحن بنتحمله كمواطنين عشان شنو؟ نبني الدولة الدائرينا، وعشان الاقتصاد يتقوى، وعشان وعشان وعشان. انا احب جدا الروح العالية من التفاؤل، واحب دايما الزول يتمنى لبلده، وزي ما قلنا عقبال الخير يترادم والدنيا تمشي دغرية، خلاص نحن ده دايرينه. لكن الاشكاليه في انه انت ما ممكن ترفع وتضغط هنا، لانه هتكسر، اذا ضغطت على ظهر المواطن ده كمان اكتر من كده هتكسر له. كويس، كمان هتكسر، يعني دي مشكله. عشان كده الدعم ذاته عشان ترفعه داير موازنات، وداير انه يكون ذاته ماشي بخطه محدده، لكن والله بالطريقه دي الهنا. والله يا حبيب احمد ده اول تعليق اشوفه لك، ما مطنش العفو. طيب النظاره حلوه، لا حول، النظاره ما
هتحاول. طيب خلينا، طيب والله والله يا موضوع النظاره ده، والله يا جماعه انا والله حقيقي يعني حقيقه كده حقيقه بشكل يعني مباشر، يعني اكون واضح انا في المساله دي، والله قصه النظاره دي يعني انا حيرتني. يعني نظاره بوقفوك لها في الشارع دي، لا اله الا الله، تقول اول شخص في العالم العربي والافريقي لبس نظاره. كويس، اي زول يا استاذ احمد كيفك، الله يلاقي النظاره شغاله، لو ما لابس نظاره يسال يقول لك النظاره وين، يوم متى عامل لايف سايف، يلا ناسي ذات ناس كلها التعليقات بيقول لك النظاره وين النظاره وين. كويس، فما اعرف انا هي مساله النظاره دي، جبال قاعد في زول ضرب لي قال لي هو انت عاديت معاك النائب العام ولا شنو، قلت له كيف يعني، قال لي قاعد يتكلم ولابس زي نظارتك، قلت له البس زي نظارتي ليه؟ كويس على اي حال يعني شغلانيه عجيبه شويه، فما قادر افهم الابعاد بتاعت التركيز معها. نحن نركز على الموضوع، خلاص نركز على الموضوع، شايف في لايكات كده بتاع الضحك كده ما عارف، لا حول، ونحن جبنا سيره الموضوع سهل الناس بدات تضحك فيه والله العظيم. كويس، في القنوات يسالوك منها، ها الواثق جار الليلي والله ما الله 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 ما يخافوا، ها يقوم يسالني يقول لي قال عملت ثروه عشان كده اشتريت نظاره، استغفر الله العظيم، نظاره بكم؟ كلها 100 و200 جنيه في برج البركه، خلاص عندي اصحابي هناك مش هشتري منهم طوالي والله يفيرت كيف. طيب الكلام كثير، رفع البنزين ضروري، نعم الناس الجايين متاخرين دي يا شباب. كويس، طيب قال لي طيب القروش الكيزان دي فاتت وين دارين، فقال احييك يا نزار بالضبط كده، لو كان من البدايه شفت اي كوز اتشالت منه القروش والله الذي لا اله الا هو، البشير ده اكثر من مليار دولار بيلقوا خاتيه في السودان ده، خلي مريق لنا منها بسيط بس، ها دايرين الكثير ديك مالك، مريق للشعب السوداني مالك، شعبي محتاج لها، قال لك انا ما داير، كويس انت قلت للشعبي هم، قال لك هم هم بس كده وريني، انت 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 جيت قلت للشعبي هم، الشعبي قال لك هم هم، ما زول انت ما اديت لي حاجه، يلا ما تمرقوا لنا الصغيرات صغيرات دي، مرقوا لنا القروش الكبيره دي، مرقوها للشعبي ده، خلي المشاريع دي تشتغل، خليها تتحرك، خلي البلد دي تمشي لقدام، دايرين داير لو كانت اتشالت، شفت اي عماره بتاعت اتشالت من المال العام، اي عماره اتشالت من المال العام لو كانت ريعت، ولو كان اي قروش اتاكلت خلاص، قروش بترول سايت عم من البلد دي. حمد اسمك حياك الغمام يا دكتور، كيف اخبارك؟ ان شاء الله تمام. ما وريتنا ال 64 مليار دولار وين يا اخي؟ يا اخي انتظرنا سكان وكده عالجت لنا مساله الميزانيه دي، وكان عالجت لنا مشاكل كثيره جدا يا اخي، وين يا اخي؟ الله يحييك يا اخي، حاول اظهر شويه يا اخي، وري الناس شويه في الاعلام ال 64 مصيره وين وحصل فيها شنو؟ كويس الشغلانيه، اي زول تاني بيقول قبضنا للكيزان دي القروش يجيبوه طوالي يعملوا معاه لغايه 3 ساعات يحطوه مع الجمهور خلاص، وهنا يفتحوا فيه بلاغ لو كلامه طلع ما صح، اي زول تاني قال لقينا قروش يجي يورينا ليه يمشي ينكت يجيب لنا، اي ولا يقول انا احكم نمشي كلنا كشعب نطلعها، اذا معناه بعد الشعب ده الا يمشي يفتش القروش دي هو اللي يطلعها. معروف الشركات وكالات السفر معروفه كلها، معروف المطاعم الفخمة معروفة حقت منو 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 منو، وكلها منهوبة من المال العام، كلها قروش وأرصدة مجنبة من القروش الداخلة للبلد، كلها عملية بتاعت غسل أموال، وين الشارع من الكلام ده؟ لو كانت القروش دي شالت زي ما قال محمد تحي، لو القروش دي شالت نحن كان مشكلتنا اتحلت، لو القروش دي تشيلة يعني هسه كده، ها عبد الرحيم محمد حسين، عبد الرحيم محمد حسين ده هسي عليك الله، كم مسكت عمارات وسائل في الخرطوم بتلقاهم كم؟ الماء حقات الماء من ماله الخاص، كويس؟ لا ما اظن ذاته عنده مال خاص، لكن كم مسكتها بتلقاها كم؟ طبعا احكي لكم موقف ظريف كده في النهايه، انتوا عارفين طه عبد الرحيم محمد حسين ده حقيقه كان قاعد يجيب لي الم على مستوى البطن، كويس وفي روايه الركبه، كان مزعجني جدا الشخصيه دي، فبتذكر يوم من الايام في كان الضباط جاب لهم عربات تقريبا الايتين دي، فاظن في ضباط جو قال له العربيه دي بتسيح مكنه خلاص والعربيه دي تعبانه وفي السفر ما بتنفع تقريبا كده، فبتذكر عبد الرحيم محمد حسين الافاتار اللي هو التحيه، بتذكر عيل لهم قالوا يا الضباط عمرك دارين يتوفوا طبعا، فقالوا قال لهم العربيه كعبه؟ قال له ايه؟ قال لا حول، طيب انا بنتي الكبيره قالت لي شغاله كويس، قالت لي سبحان الله، لا لا كلامكم ده صح، لانه بنتي قالت لي شغاله، تخيل معايا احنا تخيل امر الامه كله بقلب بنتي هي سايقه العربيه قالت كويسه، تخيل معايا امر الامه كله متعلق بعبد الرحيم وبنته، تخيل معايا كده خلاص، عرفت انت في بلد كان يحكم البشير؟ عرفت انت في بلد كان يحكم البشير؟ قالوا ليه وين احنا؟ غير لنا العربيه دي نحن كضباط جيش ما قادرين نسوقها، قال لهم بنتي الكبيره ساقتها ولا بنتي ما عارف منو ساقتها، وقالوا ما في اي مشكله، عشان كده عبد الرحيم الان هو ما مصدق الكلام ده، عبد الرحيم الان بيصحى في المعتقل من صباح الرحمن
خلاص بيصحى تلقاه في كوبر ويقعد يقول لك شنو؟ قال لك والله ده حال ده، ها بالله ده حال ده، والله والله اني لم امرك به، ده طلع على الحسين والله الذي لا اله الا هو. خلاص فكمان بنفس الشاكله دي قال لنا يعني الحكايه بتاعت انه بيتي سايق العربيه وما ظلت كعبه، ده الضباط بيجوا بيحكوا له، ده ضباط جيش بيجتمعوا بيقول له ده يطغي لها العربيه، قال بيتي قال سايقه؟ قالت ما في حاجه، فانت في دوله الليمبي يا ولدي. فيلا الان احنا طيب في دوله حمدوك، تحياتي تمام تسلم يا دكتور حمدوك، دكتور حمدوك داير الحقيقه اي، داير الواضح اي، السفارات دي لازم تقشوها، لازم تنظفوها من اي نظام سابق، داير الحقيقه اي، الان السوق، الان السوق خلاص حارب فيه من الكيزان وحيتم تخزين الدولار اكثر، الان الموازنه بتاعتك دي الكيزان جاهزين دايرين يسقطوا بيها حكومتك، الموازنه الجايه، الان رفع الدعم على المحروقات الكيزان فاتحين له خشمهم ودايرين يبقى، خلاص دايرين يبقى عشان يستغلوه ضدك، الان الان الناس دي كثير منها ما قبلان الموضوع ده، كويس؟ الان دايرين اي زول، خلاص؟ اي زول في البلد دي، كويس؟ الكيزان ديل، شفت القروش اللي هبوها من البلد دي؟ دايرينها ترجع علينا كامله. ترجع علينا كامله في 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 الود الشهيد غسان الله يرحمه كويس من الناس اللي هناك مات هو مش شهيد عفوا كويس غسان يعني في قضيه المال وما المال كويس اتذكر قال معي سبعه مش كده قال معي سبعه يلا كان تقريبا جاب ناس مجموعه من الناس ناس علي كرتي والجماعه دي جابهم مسكهم جابهم قال ديل معي في الموضوع عشان كده في ناس بيقولوا زول تم التصفيته بشكل مباشر فشنو يلا 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 زي دي كانت القروش بتاعتها اكثر من 20 مليار دولار كويس عوض احمد الجاز ده معروف بياكل من 200 كويس معروف قالوا من القصص اللي ما يعرفوها جزء من جيلنا ده واصغر خلاص قالوا كان البشير مثلا بيلموا الوزراء احيانا يحرشوه على عوض الجاز يقول له سعادتك الزول ده ما شغال وسعادتك الزول ده والزول ده فالبشير بيقول لهم كويس خلي لي الا ما يجي طبعا هو من امنيه الجبهه كان في الامن اللي هو بتاع الجبهه الاسلاميه قبل ما يجي النظام فلما يجي هو بيعرف عنده ناس خاتيهم في المكاتب بيكون موزعهم ينقلوا له الاخبار فبيضربوا له بيقول له والله البشير ده زعل منك الليله كده 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 فبيجي داخل لعمر البشير زي ده وبيجي داخل الناس في المكتب زي ده والوزراء طبعا فرحانين دايرين يستلموا شغله انت قايل شنو قالوا الكلام ده عشان ياكلوا عشان لانه شافوا انه الزول قاعد ياكل بشكل ممتاز جدا يعني نادر ذاته فهو ده باكلهم كان خلاص فبيجي داخل زي ده عوض الجهاز بيجي داخل عوض الجهاز فالسلام عليكم الناس عليكم السلام بيمشي يا السيد الرئيس كيف احوالك ان شاء الله بخير يا اخي يا سلام يا اخي انت عارف يا السيد الرئيس هاك دي ملفات عملنا لك شركه في ماليزيا ب 5 مليون دولار ودي شركه طبعا لاخوك يا اخي عبد الله يا سلام يا اخي له التحيه والتقدير برضه كان دي عشان كده انت فقال البشير يقول له يا زول كيف احوالك كده اتفضل اتفضل عبد الرحيم اديهم كويس لما البشير ذاته بينسى هو الموضوع شنو ذاته والله الذي لا اله الا هو ده الشغل اللي كان شغال خلاص عمر البشير ذاته بيقول له انت مستعجل مالك يا زول شدة ما ارتاح في الونسه لانه الزول ده بيجي ياتيه بما خف وغلى زي ما نقول ثمنه كويس بيجي من هناك الزول بيستلم ده كان عوض الجهاز شغال في الحكومه دي كده اكبر دوله عميقه زول كان عميد في الجهاز قبل الانقاذ دي ما تجي سنه 89 في امن الجبهه الاسلاميه لما كان معاه ناس يوسف لبس وتم اختيار عوض الجهاز على مواصفات المواصفات اللي كان بيقولها الشيخ حسن بتاعه كان بيقول هو رجل شنو غتيت كان بيقول كده قالوا لانه زول غتيت فعلا ما قاعد يضحك كويس دي نقطة أولى ولا قاعد يبتسم ولا وشه ذاته بيشبه الابتسامة خلاص ودائما وأبدا بيقولوا إنه زول بطنه عميقة زي علي عثمان قال بيكتم الشغل و و و وكان ساهل يعني ساهل جدا كويس الكلام كثير انا ما داير اطول فيلا ما مشكله المجلس براوي يا هناي ما في حاجه اسمها دي مشكله المجلس براوي عارف القروش وين دي ما مشكله العساكر بس قروش الكيزان دي مشكله العساكر والمدنيين انت كان خليت العساكر يمشي يجيب لك القروش كل مره انت بعتها ثاني ما عندك دور انت ما عندك دور هيقول لك احنا جايين نجيب لك القروش هيمشوا لك بفهمهم هم عشان كده انت كمدني تلقاها وتقول لهم راح كويس ده الطريق المفترض يكون صحيح كويس الـ زي ما قلنا كويس التعليقات يمكن كثيرة ما أعرف والله في أحد الناس بيتحدث عن حادثة وفاة يمكن حصلت لواحد من الفنانين قبل شوية أنا ما داير أذكر اسمه عشان الكلام إن شاء الله يكون ما صحيح ما نخلع أسرته ساكت هو تعليق في النهاية أنا ما أعرفه صح ولا غلط لكن لأنه كثير من الفنانين بيقتلوهم بحوادث الحركة دي دائما كشائعات دائما كويس فإذا كان صحيح ربنا يتقبله إن شاء الله ويرحمه ولكن إن شاء الله يصلى إنه يكون ما صحيح الكلام طيب الصوت واضح يا جماعة الصوت إن شاء الله واضح
كويس. عموما يا اخواننا الرساله قلناها، حكايتي قلتها وعندكم تركتها، فلنحفظها ونراجعها وان شاء الله كله خير. ده بالنسبه لموضوع الاقتصاد، بالنسبه للموضوع بتاع رفع الدعم، وان شاء الله كده بننتظر. بيقول لي قروش ويدات برا بتظبط الموازنه. فعلا يا محمد موسى احييك البته، فعلا ده كلام صحيح جدا كويس. عوض الجاز وين عندنا حسابات معاه كثيره يا استاذه امنه، خلاص كثيره جدا جدا. انا عندي سؤال كبير خالص، اتفضل يا استاذ مجتبى. دعم رفع الدعم ضروري لاستقرار الاقتصاد، لكن حمدوك كذاب صدقني والبدري فاشل. والله حمدوك ناجح الان يا ابو فضل، لكن حيتفرمل زياده. اسمع الكلام ده، حيتفرمل فعلا، حيتفرمل وفي شغل كبير لشوت بره كويس، في شغل كبير زي ده كويس. طيب العسكري شنو بينبههم لروحه بالضبط كده؟ عسكري انت تقول للمجلس العسكري خلاص تجي تغسل زي برهان ده قاعد. برهان في قروش قالوا اتلقت هناك وين؟ والله قالوا اتلقت ليها زي نص مليار دولار كده في حته كده في حفره في بحر كده. ده كلام خطير. بعد شويه طالب تسمع بيان بانه في مجموعه مسلحه قاعده في بحري بعد شويه، وبتشوف عربات الجيش قفلت المحل ده فجاه والدعم السريع. انت قاعد زي ده كويس، انت قاعد. قالوا اسمه منو؟ قالوا البرهان. لو داري ياكل، لو داري يشيل اللقمه زي ده، بقول الدعم السريع هو جزء اصيل من الجيش وحتى بياكل بعد ذاك. خلاص هسه قبل قالوا في بيان، والناس كانوا منتظريني يقول كده، ابى يقول كده. قالوا كانوا منتظريني يقول الجيش والدعم جزء اصيل كالعاده، يعني تكراره. فطوالب تسمع الجيش وهنا بيحاصر لك الحته وبقول لك خليه مسلحه، وبقول لك ومرق القروش من هناك والموضوع انتهى. كويس، الموضوع انتهى. تجيب انت كمدني بقول لك داير شنو؟ اي ما في حاجه بتجيبك البته كويس. ده اول سؤال هتتسال له، خلاص هيقول لك انت جاي لي شنو؟ هتقول له والله ما في القروش. وشنو؟ يقول لك ما في قروش ذاته، واكتشفنا في اسلحه هناك. فالكلام كتير جدا. عشان كده كويس، عشان كده الموضوع موضوع كبير فعلا. الناس روحها مارقه يا استاذ عبد الفتاح، والزمن ماشي خصما علينا. شباب لايك شير، اللايك اسفل الفيديو. في انخفاض عام يا جماعه في نسب المشاهده، يمكن في اللايفات تقريبا في الفيس، سياسه الفيس تقريبا كل سنه حاجه زي دي تقريبا كويس. نهايه السنه دائما بيكون في تحديثات زي دي، فعشان شنو الفيديو يمشي، الشير يا شباب اسفل الفيديو على يدك اليسار، واللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين، زايد ملصقات ملصقات ملصقات. شير الفيديو، انسخ الرابط في جروباتك في الفيس في الواتس، انشر معانا وخلي الفكره بتاعتنا توصل. ان شاء الله نلتقي في لايف الغد، وان شاء الله كلنا نتلاقى تاني من جديد. خلاص، تحيه والتقدير لكم جميعا.